السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شباب، اليوم في معانا طريقة ربط بلوتوث المسجل الوكالة حقت الشاس 21 22، بعضهم بيجي أهم شيء المسجل اللي بيجي بنفس الشكل هذا، الربع أو الشاس. أول شيء بنضغط على هذا العلامة حقت البلوتوث، بيطلع معانا هذا الخيارات فون اللي هو بير. أول شيء بنسوي عليها، شوف كيف بنتحكم الآن. لو في معانا عدة أجهزة بنحذفها من هنا، لكن بنضغط على أول واحد، هذا ضغطنا عليه، بعدين اسم جوالك؟ علي آيفون. آيفون. علي آيفون. علي آيفون. في معنا أجهزة هنا كثيرة. كلها. كلها. بنرجع لهنا. شو الهدي لك؟ ديفايس ليست. أنا فون سيت أب، الإعدادات حقتها عندنا ديفايس ديليت، نضغط عليها نحذف أول واحد ديليت. الآن قد متصل 5 أجهزة، عندما يكون متصل 5 أجهزة ما عاد يقبل ولا أي جهاز. ما حذفناها الآن، خلاص نرجع لأول خطوة، سوي بير. الآن بيبحث من عندك يا حبيبي. أنا بس إيش اسمه هو؟ هذا كار ميديا، يطلع عندنا في الجهاز هذا الاسم كار ميديا، اضغط عليها. خلاص هذا طلع علي آيفون. ايوه السماح، سوي السماح. خلاص الان متصل كار ميديا، الان متصل معنا، متصل كار ميديا. خلاص شغل اي شيء. طبعا الان رجع لنا على الراديو، بس شغل ما عندك اي شيء، شغل اي مقطع صوتي. كيف نشغل عليها؟ كيف نشغل على البلوتوث؟ نضغط على ميديا. الآن طلع على بيوتي ميوزك، الآن شغال معنا البلوتوث. ارفع الصوت يا والي لو سمحت. محمد الغباني ضروري نضغط على ميديا عشان يرجع معنا في الموسيقى حق البلوتوث بي تي اوديو. الرجال اشترك في القناة ومتابعتك الجديد.